عانت من التوحد في طفولتها ومن مشاكل في النطق، حتى اعتقد أهلها أنها ستكون بكمة. سرعان ما كبرت هذه الفتاة ووصل صوتها إلى العالمية، لتضع نفسها من بين أذكى 30 شخصاً على قيد الحياة. دخلت موسوعة جينيس لقدرتها العقلية في الخرائط الذهنية، وكانت أصغر طالبة تنال شهادتي دكتوراه في العالم في مجالي رياضيات الكم والهندسة المالية، فأطلقت عليها وول ستريت جورنال لقب ملكة البورصة. دكتورة يمنية عاشت طفولتها في بريطانيا ودرست في جامعة أمريكا وتعيش الآن في الإمارات، وقبل أشهر حصلت على الجنسية من دولة خليجية. الدكتورة مناه الثابت امرأة عربية تحدت التقاليد وأثبتت أن المرأة قادرة على النجاح في كل مجالات الحياة. فإلى أين وصلت عبقرية مناه الثابت؟ وما هي الألقاب والجوائز التي حصدتها حتى الآن؟ الدكتورة العبقرية. ولدت مناه الثابت في 14 أكتوبر عام 1981، تنحدر من محافظة التعز اليمنية، وعانت في طفولتها من مشاكل بالنطق. اعتقد الأطباء أنها كانت تعاني من صعوبات بالتعلم، حتى أنهم وصفوها بالبكمة، لكن سرعان ما اكتشفوا إصابتها بالطيف الأول من التوحد، ولأجل ذلك انضمت إلى مراكز علاجية وتأهيلية متخصصة لصقل مهاراتها. أظهرت مناهل في تلك المدارس موهبة كبيرة، فأصبحت تتنقل بين مدارس الموهوبين، وهناك خضعت لاختبارات متعددة لقياس الذكاء مثل اختباري ستانفورد بينيه ويكسلر. ووجد الأطباء آنذاك أن ذكاء مناهل لا يتكرر في إنسان إلا كل 35 عاماً. تابعت مناهل دراستها وأنهت المرحلة الثانوية بعمر 15، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة لمتابعة المرحلة الجامعية، وحصلت على شهادة بكالوريوس في علم الاقتصاد. ولذكائها الحاد وعبقريتها كانت تتنقل بالصفوف أسرع من أقرانها، وبعد مدة أصبحت أصغر امرأة تحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المالية، وتعد من القلائل في العالم الحائزين على هذه الشهادة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. كما حصلت على الدكتوراه الثانية في اختصاص رياضيات الكم وهي في 28 من عمرها، لتبدأ مشوارها الطويل بحصد الألقاب والجوائز العلمية العالمية والعربية. ملكة البورصة. خضعت مناهل خلال حياتها لمئات اختبارات الذكاء، وخرجت متفوقة في جميعها على أقرانها، فأصبحت المرأة الملهمة للعام 2010 عن مجلة لوفيسيال، الأمر الذي مهد الطريق لها لتحصل في عام 2013 على أول جائزة لها في مجال العبقرية من قبل قاموس العباقرة العالمي، حيث نالت لقب عبقري العام عن قارة آسيا لتكون أول عربية تنال اللقب، كما أصبحت أول عربية ترأس جمعية عباقرة العالم. بعد سنة واحدة حصلت على جائزة ابن سينا للعلوم التي تعد من أرقى الجوائز العلمية البريطانية، ويسعى الجميع للحصول عليها، واختارها أستاذ الذاكرة توني بوزان من بين آلاف العباقرة لكي تكون خليفته للحصول على جائزة نوبل ابن سينا. في عام 2015 نالت جائزة السلام من مجلس اللوردات البريطاني، وحصلت أيضا على جائزة عقل العام في بريطانيا متفوقة على مئات العباقرة هناك. ويعود سبب دخولها لموسوعة جينيس لمهارتها في رسم الخرائط الذهنية، حيث تعاونت مع إحدى الجامعات لتنفيذ أكبر درس للذاكرة في العالم بمدة زمنية قياسية بلغت 30 دقيقة. تعيش الدكتورة مناهل حاليا في الإمارات، وترأس عددا كبيرا من الأكاديميات العربية والأجنبية لدعم الموهوبين، كما تنشط في المؤسسات والمنظمات ذات الصبغة الاجتماعية والإنسانية والخيرية. ترأست مناهل العديد من المناسبات العلمية والاقتصادية، وكان أهمها ترأسها للمنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة في اليمن،
ولأجل عبقريتها وتميزها في مجال الهندسة المالية حصلت قبل أشهر على الجنسية السعودية، وتطمح مناهل اليوم إلى رؤية بورصة عربية كبرى تنافس البورصات العالمية. فهل سيأتي اليوم الذي ترى فيه مناهل حلمها حقيقة؟